أبدا أشيد بأنه أمريكا حررت الشعب العراقي من طغيان صدام حسين، والأخوة الحكام في بغداد يمتنون إلى أمريكا بأنها حررتهم من السجون، جمعتهم من الشتات في إيران وسوريا ودول أخرى، والذين كانوا يحتمون في كنف البيشمركة عادوا مرة ثانية إلى ديارهم. وحقيقة أمريكا أولا لها سياسة واضحة تجاه العراق، وحدت العراق أولا بإضافة أقليم كردستان الشبه مستقل في وقته إلى الدولة العراقية، ويريد للعراق أن يكون دولة مستقلة ذات سيادة لا تتعرض إلى الاعتداءات، وأن لا يكون العراق جزءا من معسكر أقليمي يعني يعاكس النظام السياسي العالمي. طيب. ضمن هذا الاهتمام الأمريكي في العراق ككل يأتي اهتمام أمريكا بأقليم كردستان أيضا، أن يكون كما العراق دولة قوية أقليم قوي يستطيع يدافع عن نفسه ضمن العراق. برأيي هذه هي الرسالة الأولى لهذه الزيارة.